مشاهدينا للمزيد حول تداعيات هذه الأزمة على الأسواق أو هذه الحرب على الأسواق ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك، أود أن أبدأ مع العملات رائد وخاصة اليورو في ظل هذه التراجعات القوية يلي عم نشوفها على اليورو، واضح أنه هذا الأمر عم بيعكس أنه اقتصاد الأوروبي سوف يتأثر أكثر شيء من هالأزمة، يعني أكثر من الاقتصاد الأمريكي أو أكثر من الاقتصاد البريطاني. هل ممكن أن نرى مستويات الباريتي قريبا برأيك لليورو؟ بالطبع لارا، يعني هذا الضغط مركزه الأساسي سيكون عملة الأوروبية الموحدة اليورو، وهو متلقي الضغط حاليا بنتيجة هذه التوترات الجيوسياسية. مستويات الباريتي هي مستويات قريبة جدا أن نصل إليها، وحتى ممكن أن نهبط دونها طالما الشروط لا تزال مستمرة. نحن عم نشوف أنه في عنا أزمة حقيقية تحدث على أرض الواقع، أول شيء تضخم مرتفع وحاد، وفي نفس الوقت لدينا توترات الجيوسياسية، كلاهما مع ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف والطاقة سيسببان بلا شك مزيد من ارتفاع أسعار المستهلكين، وهذا يضغط على اليورو بالاتجاه الهابط بشكل أكبر، وممكن أنه نشوف مستويات مرة أخرى دون مستويات الواحد يورو لكل واحد دولار. هذا أمر غير مستبعد إطلاقا في الفترة القادمة، خصوصا بأنه كان عندنا أصلا صناع سياسة نقدية في المركز الأوروبي لا يتجهون حقيقة إلى تشديد كبير في السياسة النقدية، ويعني كانوا ينظرون إلى أنه يحتاج الاقتصاد الأوروبي إلى سياسة تحفيزية. الآن مع ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل واضح سوف يسبب ذلك تعثر المشاريع التجارية، وبالتالي يحتاج إلى مزيد من السياسات التحفيزية، وبالتالي الإبقاء على السياسات التحفيزية على الأقل كما هي. بلا شك هذا سوف يسبب مزيد من الضغط على عملة اليورو، وممكن أن نشوف هذا الأمر يتفاقم أكثر خلال الأيام القليلة القادمة، لأنه عم نشوف مع افتتاحات الأسواق اللي شفناها خلال مطلع تعاملات هذا الأسبوع ضغط حقيقي موجه باقي الأسواق. بالتالي نعم، وصولنا إلى ما دون الباريتي، يعني أعتقد هذا خلال أسبوع أو أقل ممكن نشوف هذه المستويات. القصة الأخرى المهمة جدا رائد هو موضوع إمكانية فرض عقوبات على النفط الروسي. هلأ صحيح في جزء كبير من هذا النفط ما عم بيلاقي مشترين خوفا من العقوبات، والتقديرات بتشير يعني تقريبا 65% إلى 66% من هذا النفط الروسي خارج السوق. السؤال هنا سيناريو تطبيق العقوبات فعلا عليه، هل ممكن أن يدفع الأسعار إلى مستويات مثلا 200 دولار مثل ما يتوقعها البعض؟ ما رأيك؟ يعني بلا شك أنه عن النفط الروسي اللي كان قد وصل إلى 11 مليون برميل يوميا في بعض النقاط كان بأقصى إنتاجه، سيؤثر وبشكل كبير على الأسواق إذا ما سحب كليا أو إذا ما تم فرض عقوبات عليه، وهذا في وقت حرج أعتقد في بالنسبة لسوق الطاقة. أولا عندنا عدم تمكن حتى الآن للوصول إلى مستويات الإنتاج ما قبل الجائحة، ثانيا الطلب عندي كان مرتفع وبشكل واضح، ثالثا النفط الإيراني أيضا ضعيف في عملية الدخول للأسواق، وبالتالي هذا يزيد من الضغوط بشأن الإمدادات النفطية. إذا خرج النفط الروسي كليا من المعادلة يعني من خلال هذه العقوبات، نحن عم نشوف أنه إمكانية أنه أسعار النفط بسهولة جدا تصل إلى 150 دولار للبرميل، وممكن أن تتجاوزها حتى 200 دولار للبرميل. يعني مقارنة سريعة ما بين ما حدث عنا عام 2012 وتقريبا ما يحدث حاليا، الأسباب الدافعة لأسعار النفط متماثلة بشكل كبير، وعلى رأسها ارتفاع مستويات التضخم. طبعا رح نوصل لمرحلة الفشل نوعا ما، أنه مزيد من الارتفاعات سوف يأتي يعبر عنه بعزوف عن الطلب وتوقف في المشاريع التجارية وما إلى ذلك، وبالتالي انخفاض حاد في الطلب، وهنا حالة ركود ممكن أن تجبر أسعار النفط في ذلك الأوان إلى الانخفاض، ولكن ليس انخفاض صحي وإنما سلبي جدا نتيجة وصولنا إلى مرحلة الكساد. شكرا لك، إن شاء الله ما نوصل هالمرحلة. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب.